هنتكلم على نهائي كاس امم اسيا، الحكم مينج الصيني، قطر والاردن. احتسب 3 ركلات جزاء للمنتخب الاردني. ركله الجزاء الاولى هي اهمال واضح من مدافع الاردن في رجل مهاجم المنتخب القطري. ركله جزاء صحيحه تم احتسابها الحكم في الملعب، ومراجعه صحيحه من حكم الفار، وركله جزاء صحيحه. ركله الجزاء الثانيه الحكم ما احتسبش في الملعب واستمر اللعب، وحكم البي ار استدعى الحكم، وكان استدعاء صحيح. في عرقله واعاقه واضحه من مدافع الاردن للاعب منتخب قطر داخل منطقه جزاء الاردن، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه تم احتسابها عن طريق حكم الفار، والحكم خد القرار واحتسب ركله جزاء، وهي ركله جزاء ايضا صحيحه. ركله الجزاء الثالثة كان في الملعب، تم احتساب تسلل عن طريق المساعد، والحكم استمر اللعب. المساعد أخر الراية، استمر اللعب، وبعد كده المساعد رفع التسلل والحكم احتسب تسلل، ما كانش احتسب في الملعب أي قرار. لكن بعد مراجعة الفي آر كانت في إعاقة حاصلة أو لقطة حاصلة مع حارس المرمى، لكن بعد مراجعة الفي آر التسلل مش موجود، المساعد كان مخطئ. الإعاقة اللي حصلت من حارس المرمى اللي لعب الكرة هو المهاجم، وبالتالي حارس المرمى أهمل وراح لرجل المهاجم، وبنتكلم عن ركلة الجزاء صحيحة. الفار استدعى الحكم وورا له اللقطه، اكد له مفيش تسلل. التسلل لو كان قبل ركله الجزاء كان لغى ركله الجزاء، مش موجوده ركله الجزاء، لان الخطا اللي حصل الاول هو التسلل، لكن التسلل مش موجود. لكن الخطا اللي موجود معانا هو ركله الجزاء صحيحه، لان المهاجم هو اللي لعب الكره، المعيار بالنسبه لنا لعب الكره، والحارس اهمل وراح لرجل المهاجم، وبالتالي بنتكلم على ركله الجزاء صحيحه تم اكتسابها. الاداء التحكيمي في الشوط الاول كان جيد جدا، لكن في الشوط الثاني الاداء التحكيمي ما كانش على المستوى المرجو في مباراة نهائي كأس أمم آسيا.